جديد تحياتي لأحلى شباب. مين ما طلبوا صانع ياباني 7 سيتس بس طلبك عنا. اليوم عم نحكي عن ميتسوبيشي باجيرو سبور 2020. هذه السيارة منا مستعملة أبدا وزبايد كتير. أولاد إكزانون كمان إكزانون بالفوق لايتس سنسر أمامي شكل جديد كليا وما بدنا ننسى الرادار فانكشن. ويلا الجونت جراي وقياسه 18 إنش. ويلا على السحبات يا أحلى شباب. المرايا فولدينج وبلايند سبوت والسيارة بتدور وبتفتح البصمة. مارشي بيه موجودين، مردات الوحل موجودين، وبالنهائيات عنا سنسر وكاميرا على الأريال. هاي الطريقة السهلة هوب توب صار جاهز الشخص يطلع يقعد ورا ويستعمل كاب هولدر والسيت بيلت. عم نشوف بنام البونك وكذلك الأمر هيك بنقدر نعليه حتى نرجع نستعمل. فتحة السقف جلد أسود درزي بيضاء كراسي كهرباء بدور بيفتح البصمين مرايا بقلبهم البلايند سبوت بضبوا كمان على الكهرباء. شوفوا كبسة الرادار فانكشن، شوفوا ما أحلى ستيرنج ويل، تابلو ديجيتال، شيفترز موجودين، مالتي فانكشن ستيرنج، هذه الشاشه بقلبها نافيجيشن سيستم، الفور ويل كهرباء، كبسه السعاده وكبسه الرادار والسنسر وهي التابلو الديجيتال. يعني حلو وجديد ومفول ومميز وصانع ياباني و7 سيت. الصور وسعره على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.